وصلنا هلأ لفقرتنا اللي متواصل فيها معاكم، نجاوب فيها على أسئلتكم، توصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الأطباء السبعة. أمشي صحيح. كيف؟ شو عندك سؤال؟ السؤال الأطباء السبعة كلهم، مرحبا أطباء سبعة. هيك يعني إيش سؤال حسيت إنه الأطباء السبعة كلهم؟ أنت تمثلهم. دائما نسمع عن أهمية شرب الماء في رمضان، بس حلو. أنا شخص ما بحب أشرب الماء. حلو. ممكن أستعيض عن شرب الماء بشرب العصير أو المشروبات الغازية والشغلات اللي زي هيك؟ طيب. هل يعوضوا عن شرب الماء أم لا؟ اوكي، سؤال كتير مهم. هلا المي دكتور مش بس مي، يعني انت بدك تشرب السوائل، هي مش بس بالمي، ممكن تشرب السوائل بطرق تانية. وانا بدي انصح نصيحة قبل ما نحكي عن اضرار العصير والمشروبات الغازية. انا من الناس مثلا نفس الشيء، وكثير ناس حالي فيش حدا للاسف كثير بحب المي، وهي مشكلة عندنا اصلا بالوطن العربي انه ما بنشرب سوائل كثير. قديش تشرب اليوم سوائل؟ انا بشرب لي 8-9 كاسات مي باليوم. منيح والله، ماشي حالي. هلا في كثير ناس ما بيحبوا المي بشكل عام، فعشان هيك دائما ننصحهم بانهم ينكهوا المي. يعني ممكن قطع فواكه يحطوها جوا المي ويشربوها، بتعطي نكهه للمي، بكون طعمها الطف وبتعودوا عليه بشكل اكثر. فهي نصيحه له. شكرا دكتوري، شكرا لكل حدا فيكم عم بتفاعل مع الاطباء السبعه. يعني بنحاول من خلال الفقره او البرنامج الصغير اللي طرحناه برمضان نوصل لكم معلومات طبيه بسيطه. يعني دكتور رامي بيحكي ما شاء الله بالتغذيه، وانا بحكي لكم بالتغذيه، ونشارك معلوماتنا البسيطه. دائما بنحكي بننشر المعرفه الموجوده عند كل حدا فينا لحتى نوصل لكل بيت، لكل حدا عم بتابع الاطباء السبعه. تذكروا انكم تتفاعلوا معنا، تتابعوا الاطباء السبعه على الموقع الالكتروني او حتى على اليوتيوب، حتى تشوفوا الحلقات كلها المختلفه بتنزل على اليوتيوب وتطبيق الأطباء السبعة. دائما إحنا موجودين لنكون لكل حدا فيكم. نشوفكم بكرة بحلقة جديدة ومواضيع مختلفة ومنوعة من الأطباء السبعة موسم رمضان، والسلام عليكم.